وقال لهم يخدموني وديهم فلوس. اتقبض عليها بتواجه تهمة كبيرة نشر الفسق والفجور. أم شهد بنتها شهد كانت بتعاونها، ومودي الشاب اللي معاهم بيتعاون معاهم في المسلسلات والأفلام دي. أم شهد كانت بتعمل لنا مقطع كله إحاءات، كله حاجات صعبة قوي قوي، مش هنفع شوفنا أي حاجة خالص، وتيجي في آخر المقطع تقول لكم صفوا النية، أنا ما كنتش أقصد اللي في دماغكم وأنتوا اللي بتفكروا كده، وأنا بعمل محتويات هادفة والحمد لله إن ربنا نجانا من المحتويات الهادفة دي واتقبض عليها الحمد لله. كمان في فتحية بتعمل روتين تنظيف بشكل مخجل جدا، وشعب المغرب الكرام والحكايه دي تحسب لهم جدا، رفضوا وجود هذا الروتين وطلبوا بالقبض على فتحيه. وبالفعل لما اتقبض على فتحيه قالت اصلها مريضه، انا مريضه يا جماعه، انا عيانه نفسيا، انا بعمل الحاجات دي بدون ما اشعر، ما بعرفش بعمل كده ازاي، يعني ايه بتعملي كده ازاي، يعني ايه توجهي الكاميرا للمؤخره وما تبقيش لابسه ملابس داخليه، اعوذ بالله، يعني الواحد مش قادر يتخيل المشهد ده وانت قاعده تغسلي سجاده، يعني ليه الاخلاقيات تدنت في الناس، يعني الناس ليه بقت بتعمل مشاهده عاليه على المحتوى ده، يعني بتعمل مليون مشاهده في اليوم، ففي مليون شخص فاسد اتفرج على فلانه وفلانه وفلانه، ربنا يهديهم ويصلح حالهم، مليون شخص فاسد يوميا بيشوفهم، فانتوا ازاي، يعني انتوا ازاي بتنادوا باي قيم، بتنتقدوا المحتويات ازاي وانتوا بالشكل ده. المهم ربنا يهديهم. ام شهد اتقبض عليها، و الشاب اللي معاها عرفوا انه الشرطة بتلاحقهم، فنقلوا من طنطا على اسكندرية، وبالفعل الشرطة وراهم في اي مكان يروحوه لغاية ما عرفت مكانهم وابتدت فعلا تلاحقهم. المشاهدة اتقبض عليها، ولكن مودي مات، الشاب اللي كان بيعاونها مات. عرفت ازاي انه مات؟ من يوتيوبر شهير حكى القصة بتاعتهم، و قال ان زميلة مودي كلمته في التليفون وقالت له ان مودي وهو بيهرب من الشرطة اتخبط على دماغه فمات. ربنا يرحمه. الواحد زعلان جدا ان شاب زي ده عمل كده ومات على الصورة دي. نتمنى من الله يغفر له ويرحمه، ولازم نطلب الرحمة لبعض عشان نلاقي اللي يطلب لنا الرحمة. عمل ايه ما عملش ايه منه رب العالمين يحاسبه، احنا مش بنحاسب، والحمد لله ان امورنا معلقه برب العباد مش بالعباد، يفصل فيها كيف يشاء. بس واحد حزين قوي ان مودي سايب رصيد على التيك توك وعلى مواقع التواصل سيء جدا، ما يعرفش يحذفه، ما ينفعش يشيله، حاجه كده تفضل زي ما في حسنات جاريه ففي سيئات جاريه، ربنا يرحمه يعني ويرد اي شاب لعقله، لان ابتدت دلوقتي البنات بتختار الطريق الاسهل، تلاقوا على التيك توك بنات عندها 15 سنه و16 سنه بتقرر تقلع لانه شايفه ان ده الطريق اسهل. لانه انا قلت امبارح انه المشكله في الناس، والله ليه بقى؟ لان الناس هي اللي بتطلع الترندات دي، الناس هي اللي بتنجح المحتويات دي. انا قلت كده، قلت ان لو الناس شجعت المحتويات الهادفه فكل الناس هتعمل محتويات هادفه، ولو الناس شجعت ونجحت الترندات الفاشلة زي انتش ويجري وزي بعض الترندات التانية فكل الناس هتتنازل، مش كل الناس، يعني الناس طبعا نفوسها مهزوزة، بس الناس هتتجه للطريق الاسهل، هتتجه للطريق اللي فيه فلوس، زي الشاب اللي كان بيعيط انه خلاص ده مش مجالي وده مش مكاني وانا اعمل ايه، انا واخد شهادات والسوشيال ميديا هي دلوقتي مصدر رزقي وانا مش عارف انجح عشان مش عارف اقلد هيثم او مش عارف اقلد حد. بتكلم عن المدرس في السنتر الثانويه العامه اللي راح جاب هيثم عشان يغني للطلبه شجعهم، دي كارثه. يا اما جايب هيثم تتريق عليه وسط الطلبه، يا اما جايب هيثم تقول لهم بيه ما تتعبوش نفسكم في التعليم ودي اخره التعليم وقصروا السكه على نفسكم وعلى اهاليكم، يا اما جايب هيثم مقتنع بيه ودي كارثه كبيره، انك مقتنع ان ده ترند وان هو اللي شغال دلوقتي وانك يعني مشكله، يعني انت فاهم، انت جايب واحد ماشي في الشارع هو اصلا مدمن وهو اصلا مريض نفسي وعلى لسان والده عشان ما بيقولش حاجه مش عليه، وطلع في الشارع قال انتش وجري مجرد لحن مايكل جاكسون، هو حط عليه كلام هو مش فاهمه، كلام مبتذل، حتى لما اتسال عن الكلام ده قال انا مش عارفه بس انا قلته كده وخلاص، وفجاه بقى ترند، حد صوره وطلع ترند، وفجاه
نلاقي ممثلين ومشاهير بيعملوا نفس الحركات ونفس فجأة نلاقي شركة فودافون هي أنكرت مؤخرا، لكن اللي أشيع أكتر إن هي أخدت الكولوتون بتاعه ب 420,000 جنيه. فهاتولي النهاردة مهندس طول عمره بيتعلم عشان ياخد أقولكوا إيه يعني مرتب لا يذكر، وكل سنين وتعب ومصاريف وأهله ضغوط نفسية وكل حاجة، وفي الآخر ده يبقى فنقول له لأ هيثم تصل السكة. فأنت فاهمين الموضوع إزاي؟ نفسي أعرف مدرس الثانوية العامة جاب هيثم ده في السنتر ليه؟ ما لو حاجة من التلاتة فهي مشكلة. هنقتنع بهيثم؟ هو هيبقى موجود يعني؟ هو مش ترند وهيقع، ولا هو خلاص هو هيبقى أمر واقع ومفروض إنه ينجح، ومفروض الفترة الجاية نجهز نفسنا علشان نعمل حاجات تشبه هيثم، لا ربما حد يسمع عننا، ولا أنت جايبه تسخر منه تتنمر عليه، ولا جايبه تقول لنا ما تتعبوش نفسكم؟ يعني هي مشكلة. فأتمنى إن احنا نعرف رد الحاجات اللي أنا بقولها دي النهاردة، وأتمنى من الناس أصحاب الذوق، الناس هي اللي متحكمة في السوشيال ميديا دلوقتي، ناس تقول مين يقعد ومين يمشي ومين يشتغل ومين ما يشتغلش. أرجوكوا ادرسوها كويس قبل ما تموتوا ناس موهوبة، وقبل ما تطلعوا ناس ربما يكون هيثم أمه دعيت له في ليلة ما فربنا كرم. أنا والله أنا دايما أقولها، ربك إذا وهب لا تسألن عن السبب، ممكن يكون ربنا رايد له طريق ما، او رايد له ان هو يعني انتوا مش هتصدقوا ان هيثم طالع امبارح يقول انه ما بيفوتش فرض، فربما يكون عند خلق احسن منه منك، الله اعلم. بيقول ان هو حافظ كل حاجه وحافظ القران وحافظ، بس ممكن يكون ده كلام مدير اعماله بالنسبه للحقبه الجديده اللي هو داخل عليها، ولازم يكون من المشاهير اللي بيصنعوا لنفسهم تاريخ مزيف، يعني زي اللي هو اتعلمته في لوكسمبورج، وزي عيلتي في المعادي، وزي الكلام اللي انتوا عارفينه بتاع المشاهير اللي فجأة بيطلعوا يقولوه وهو ما كانش صحيح اصلا. فربنا يسهل لعباده يا رب، واتمنى يكون الفيديو ده قدرنا نوصل منه لحاجة، حاولوا تنجحوا المحتوى الهادف. ومش عايزه افكركم ان لنا محتوى هادف اسمه خياطه اسهل مع ام عبد الرحمن، واتمنى ان محتوانا ده برضو ما يكونش مسيء لاي حد يا رب، اللهم امين. خياطه اسهل مع ام عبد الرحمن بقدم لكم كل الفيديوهات اللي انتم عايزينها ومحتاجينها ان شاء الله. بشكركم جدا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.